نعم، الله يخليك، ازيك فضيلة الشيخ وازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، يا مرحبا. الله يبارك في حضرتك. والله انا سؤالي ان انا عندي بعض الامراض المزمنة، يعني قد يكون مثل امراض الكبد او القلب، ومعظم صلاتي في البيت وفي الشغل برضو بيبقى بنصلي انا واثنين ثلاثة من زمايلي في مكان في غير المكان اللي هو مخصص للصلاة. فهل انا علي وزر امام الله اذا انا ما بروحش المسجد غير مره يمكن في ال5 صلوات ويبقى غصب عني، لإلا بيبقى عندي يوم دايما الجمعة بتصلي فين؟ يوم الجمعة بتصلي فين؟ يوم الجمعه بصلي في المسجد، بس صراحه بروح اخر واحد والله للظروف ديت، يعني لإلا يعني اخر حاجه قررها الاطباء قالوا في استسقاء في البطن، فانا بصلي في البيت وما بصفش ولا فرض الحمد لله، بس يعني ما بروحش المسجد الا يعني فيما نذر مره في اليوم شفاك ويمكن الله ما فيش. وعافاك، الله شفاك يبارك في الله حضرتك، وعافاك، وانا يعني زعلان ان ما بروحش المسجد والله، بس غصب شفاك عني. الله وعافاك. بقول الله للأستاذ عبد يبارك فيك. الحليم إنه هناك ضرورة، وإسلامنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ربنا ما بيزهقش وما بيزهقش وما بيغضبش، طالما أنت غير قادر يبقى على طول زي ما قال المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقدر اعمل، ما تقدرش يبقى يعذرك، لأن عندنا قاعدة فقهية بتقول الضرورات تبيح المحظورات، فطالما أنك لست بقادر يبقى إن شاء الله يثيبك المولى ويشفيك ويعافيك ويدفع عنك السوء والمكروه، وحين تشفى إن شاء الله يبقى تذهب إلى المسجد. إنما هناك ضرورة، هذه الضرورة تمنعك من ذلك، وسيدنا النبي قال لا ضرر ولا ضرار، وعلمنا إن إحنا نيسر ولا نعسر، اليسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فقد كان أبعد الناس عنه. فإن شاء الله يثيبك المولى عز وجل طالما أنك تؤدي الفرائض ولا تتركها أو تهملها، وبقدر ما تستطيع، ونسأل الله أن يعافيك بإذن الله.